صحيح البخاري الحديث رقم سبعة آلاف واثنين وخمسين النبي صلى الله عليه وآله يقول إنكم سترون بعدي أسره وأمورا تنكرونها هذا مو علم بالغيب في صحيح البخاري، سترون، مو اتوقع، الزعماء السياسيون عادة يقولون اتوقع، احتمل، وكثير من تنبؤاتهم يتبين انها كانت رجما بالغيب، مخالفة للواقع. كم للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله من الإخبارات الغيبية التي تحققت في الخارج هذا مو علم بالغيب في صحيح البخاري ينقل عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الحديث رقم سبعة آلاف وستين يقول أشرف النبي صلى الله عليه وآله كلمة وآله مني حتى لا تكون الصلاة صلاة بتراء على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا ما يشوفون أكو حجاب أمام المستقبل أمام عالم الغيب. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر. هذا مو علم بالغيب. في صحيح البخاري باب باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. الصعود التنازلي إذا صح التعبير يحتوي على مجموعة من الأبواب هذا مو علم الغيب في صحيح البخاري رقم الحديث سبعة آلاف واثنين وتسعين النبي صلى الله عليه وآله قام إلى جنب المنبر وأشار إلى بيت امرأة معروفة في هذا الحديث مو مذكور اسمها لكن في حديث 3104 اسمها مذكور وقال الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان هذا مو علم بالغيب النبي قال من هذا البيت يطلع قرن الشيطان، هذا البيت بيت الفتنة، وأشار إلى بيت امرأة معينة معروفة ومشهورة، هذا مو علم الغيب. في صحيح البخاري رقم الحديث 3192 يقول الراوي قام فينا النبي صلى الله عليه وآله مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق هذا بالغيب حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم من بدايه العالم الى نهايه العالم. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رقم الحديث 3192 هذا مو علم الغيب؟ وكتبهم مشحون بامثال هذه الاحاديث